هي <applause> كيفاش انا اكتشفت هي صراحه انا ما اكتشفتهاش يعني شي حوايج الناس اللي كيكتشفوا انا يعني بالفطره كنضحك كنشد في البنات صحاباتي في الخدمه بحكم في العائله ملي كيكون شي جمع كنكون فهمتي نقلد هادي نضحك مع هادي كنشد فيهم وهذا يعني داكشي جا من هنا هما اللي اكتشفوني هما اللي بداو كيقولوا سيري شاركي هادي 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 صافي كنت في لافاك عاود كنا كنديروا هذا المسرح في فلافا كان تولي تما مع أستاذ حميد مرشيد وعبد المجيد الزعيم كنا تما كيناز وفهمتي كانوا ديما كيقولوا لي راه عندك عندك ما يتقال في الضحك وهذا راكي مي انا ما عمري ما زعمت حتى شويه بشويه زعمت زعما خايبه يا <applause> صراحه فاش مشيت الكاستينغ ما يعني كان شدني ستريس يعني ملي غدوز من قدام لجنه وسيرتو لجنه كبيره تبارك الله كما اللجنه ديال ستاند اب فاش لعبت سكيتش ديالي الاول الثاني الثالث سمعت الهضره ديالهم شنو قالوا صافي وخرجت صافي ملي خرجت كنقول كون درت هادي كون درت هادي نو ما غاديش يعيطوا ليا هادي فهمتي يعني كان واحد تخوف مي الحمد لله عيطوا ليا ستاند اب ومشيت لستاند اب وكانت تجربه زوينه البرايم الاول كنت مخلوعه بزاف فهمتي كنقول فهمتي واش حنت يعني كاع اللي ماشي غير اي اي برنامج فاش كيكون كي البرايم الاول كيكون صعيب يعني كتقول يعني ما خصنيش نتقسم البرايم الاول فهمتي ديجا ما غاديش يشوفوك الناس بزاف ديجا ما غاديش تعرف بزاف يعني بزاف الحوايج وكتبقى حتى في المهم انا ما عرفتش في النفسيه ديالك تقدر تحطم يعني من البرايم الاول شويه كتجي قاصحه وما عرفتش من الحمد لله في الطايم الاول اه طلعت فرقعت كما كيقولوا وعجبت اللجنه عجبت البيبليك وصراحه داز مزيان وبقيت كنت أهل من برايم لبرايم والنيفو كيطلع والحمد لله توصلنا للفينال صافي <applause> أه مهم كل كلشي كيعرف ان الفينال ديال ستاند اب أه كيكون بالتصويت أه كما كي انا عندي الجمهور شرف عنده الجمهور عيشة عنده, عنده الجمهور حليم عنده الجمهور ديالو تا هويا وكيتبعو عنده لو ستايل ديالو أه وانا كنظن هاد الكلمه ديال هو ولد الخيريه وهادي ما, ما كتعجبنيش انا نقولها وما كتعجبنيش الناس يقولوها كيتلاقاو معايا كيقول لي أه فاطمه تبارك الله عليك وإحنا صوتنا عليك وانت اللي كتستاهلي حليم غير تعاطفو معاه كنقول لهم لا حتى هو كيستاهلها انه هو مد الخير نساو داكشي حيت حليم تعاملوا معاه كشخص كما انا كشخص حليم صابر تا هو شخص وتا هو يستاهل وعنده كيكتب وتبارك الله قاري وعنده نيفو وعنده دي ديبلوم صراحه تبارك الله عليه وحليم انا كنعرفو قبل من ستاندار يعني أخو صديق وكيستاهل صراحة هو كشخص اللي عمرها دار أه يعني خدوم بزاف كيعاون اي واحد يعني ما عرفتش هادي ديال يتعاطفوا معاه كنظن ما ما خصهاش تبقى تقال 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 على حليم حيتاش يعني نقدر نديها انا يقدر يديها شرف تقدر تديها عائشه يقدر يديها حليم فوالا هو حليم وفي على العموم راه حنا كلنا دينا اللقب بالعكس حيت كانوا عندي تجارب في الكوميديا كانت اورانج تالنت هي اول او زعما اول مشاركه ليا في مسابقه ديال لا كوميديا هي اورانج تالنت كانت دازت في دوزام وكنت شاركت فيها في حد رمضان وكنضيف 2018 من بعد جاوني طلعت طلعت في رباط، محمد الخامس يعني ديسين كبار في ميغاراما في كازا في وجدة مسرح وجدة بركان أكادير مسرح الهواء الطلق فاس يعني مدن مدن زعما كبيرة وديسين كبار لعبت فيهم تشي قبل من قبل من ستاند اب وفجأة جا ستاند اب اون فوا بانت ليا الاعلان ديالو قلت لهم قلت لهم غادي نمشي نشارك في ستاند اب قالوا لي الله ما يسر كنتمنوا لك التوفيق وكنشكر صراحه ماما وبابا بزاف بزاف بزاف, بزاف على الثقه اللي عاطيني وعلى زعما هاد ال هاد الحرية اللي عاطيني وهاد الثقة الكبيرة اللي عاطيني الصراحة والله كنشكرهم عليها بزاف وكنشكر خوتي يعني العائلة واحد كيفاش نقول واحد الظهر زوين مني كيكون عندك زوين فهمتي يعني كيبقى ديما كيدفعك يعني فهمتي كيكاليك يعني نهار كتحطم في شي حاجه كتلقاهم هما في جنبك فهمتي كيواسيوك مني كتنجح في شي حاجه كتلقاهم عاود في جنبك كيفرحوا لك هذا الشيء في حد ذاته راه نجاح كبير انا كنشكرهم بزاف وكنشكر صحاباتي وناس الخدمه اي واحد شجعني ودفعني كنشكرو صراحة ناس الخدمه زوينين بزاف آه كل شيء لا لي كادر لا البنات اللي, اللي خدامين معايا يعني كنشكرهم بزاف دكشي اللي داروا على قبلي بزاف وفاش داروا بداو تعرضوا لي برايم ان فوا فهمتي كانوا كيفرحوا بزاف كنجي كيبقاو كيتفرجوا كيبقاو يصوروا كيلوحوا لي انا في هذا الفيسبوك ديالي في الواتساب شوفي شفنا هذه ملي كنجي الخدمه كيبقاو يعاودوا السكيتش ديالي كيبقاو يعاودوا ليا مقاطع منه وعاود فاش جيت فاش في سالا ستاند اب فاش جيت داروا لي حفله كبيره في شركة صراحه عجبني الحال بزاف وبكيت بزاف حيت فهمتي يعني كتحس بواحد الحب يعني كيكنوه لك دوك الناس حب كبير فهمتي عجبني الحال صراحه وكنشكرهم بزاف بزاف حيت زعما حيتاش حصل ليا الشرف انني خدمت في ديك الشركه وانني خدمت مع هادوك الناس كاملين والله ديك الحفله ودوك لي ميساج وفاش كانت صويت خرجوا على قبلي وداروا هادو ل... لي ل... ل... زافيش فهمتي يعني شي حوايج دارهم انا ما كيناش وانا ما في فهمتي يعني عجبني الحال حسيت براسي بلي انا عزيزه عليهم بصح يعني كيبغيوني انا فاطمه اللي خدامه معاها الصراحه أه الجيل الجيران ماشي كلشي كيعرفني حيت كنمشي مع صباح بكري الخدمة كنجي في العشيه ماما فهمتي يعني ما بزاف في الدار فهمتي مي كيعرفوني الناس فاش درت ستاند اب يعني كيسولوا كي الجيران كيسولوا كي ماما فهمتي أه واش بنتك هذيك تبارك الله عليها يعني كتبان درويشه كدير زعما لا كوميدي كيفاش صدمتهم صدمتهم أم صافي وتما كنشكرهم صراحه الجيران ديالنا تما زوينين بزاف الحي كله زوين أه هو ساهل وماشي ساهل أه بداو ماشي ساهل ماشي ساهل حيت المغاربه كلهم فيهم الضحك يعني حتى داك اللي كتلقاه شويه مقندش حتى هو كتلقاه فيه الضحك فهمتي يعني ماشي ساهل جي انت تصيب سكيتش وتقول له فهمتي وساهل عاوتاني حيتاش كيجيو هما مستعدين انهم هم يضحكوا فهمتي يعني ان فوا هم كطلع جايين باش يشوفوك انت باش تضحك باش باش تضحكهم كيف فوا كتبقى تقول الكاك الاول الكاك الثاني باغ كتقول شي حاجه تقدر تهضر مع شي واحد من البيبليك كيبدا كلشي كيضحك كي فهمتي كنظن انه مزيان البيبليك ديالنا زوين كاين استاذ جواج واستاذ صويلح واستاذ يوس كامل هما اللي كانوا كيخدموا معنا لي سكيتش أه حنا كنكتبوا لي سكيتش ولكن هما كانوا كيفيلتريو لينا السكتش يعني شنو اللي يقدر يدوز في التلفازه بحكم ان داكشي اللي غتعرض في التلفازه يعني غيدخل عند العائله غتشوفوا يعني يتفرج الناس مع أولادها مع فهمتي يعني هما كيفيلتريو لينا النص مزيان كينقيوه شنو يدوس شنو ما يدوس علمونا كيفش نكتبو دي سكيتش نقيين أم شنو تاني يعني استفدنا منهم بزاف صراحة وكنشكرهم بزاف من هذا المنبر صراحة حيت معنا معانا وخلوا من وقتهم ومن جهدهم ساكن باش يخدموا معانا صراحة والله شكرا لهم بزاف لجنة التحكيم صراحة كنبغي نشكرهم بزاف, بزاف 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 ديال بزاف يعني واحد بزاف كبيرة فاش مشي ديك بزاف العادية شكرا لهم بزاف لما كنظنش أنه هاد الـ هاد, الـ هاد الفكرة ديال ديال حيت انا بنت كي ولا هذيك بنت كيتعاملوا معاها بواحد التحيز انا ما كنظنش حيت هما دايرين خدمتهم يعني عندك عندك ما عندكش ما عندكش فهمتي وكنظن انا كل ما كانش عندي ما كانوش غادي يقولوا لي دوك الشهادات ما كانوش غادي يعطوني ديك الثقه وهذا الشيء فهمتي يعني هما دايرين خدمتهم كما يجب ضروري <applause> كندير لهم يا ما كندوز شد في مكة نشد فهاديك نشد فهاديك هاديك فهمتي نخلوط هادي هادي سي ضروري انا وحده اثرات فيا هي فاش 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 كنا في في, الاول ديالنا وبداو كيقولوا كي الاسماء ديالنا وطاح سعد عمدي واحد الوليد كان طاح سخف فهمتي هادي اثرت فيا بزاف حيت انا عارفه مريض وشنو اللي اثر فيا من بعد الناس مني كيبقاو يقراو فهمتي وكيبقاو يضحكوا عليه لا ويلي سخاف ويلي هادي مالو شنو داير نو هو ماشي سخاف حيتاش كان كيتسنى سميتو ولا سخاف حيتاش علنو على السميه ديالو نو هو سخاف مسكين حيتاش كان ديجا مريض يعني قبل ما يطلع فوق لاسين كان ديجا شدة واحد النوبه وهذا ديال لازم داكشي علاش طاح فهمتي هادي اللي شويه قاسني هنايا وكانت كاز واحد الحاجه كانت لا برايم هذيك كانت كتاثر فينا هي مني كيتاهلوا ثلاثه وكانوا كيتقصوا ثلاثه هذه حتى كانت من الحوايج اللي كانت كضرنا حيت كنكونوا ولفنا بعضياتنا مع فهمت يعني تبارك الله راه شهر وحنا في الاكاديميه يعني كنكونوا ولفنا بعضياتنا بزاف أم... صافي والحاجه اللي اثرت فيا وزوينه بزاف ومع عمري غادي ننساها هي هذه الملاحظات ديال ديال لجنه التحكيم الاولى هي ديال محمد الخياري فاش قال لي يا انتي استاذه قال لي انا من بعد 39 عام ديال ديال التجربه في هذا المجال حشمت ندوي انتي استاذه صراحه بكيت بزاف حنتش ما نقدرش نقول لك الاحساس ديالي فهمتي أنا تبارك الله واحد من اعمده الكوميديا في المغرب يشهد لي شهادة الشهاده فعجبني الحال بزاف وفرحت بزاف ما كنظنش شي نهار غادي يجي وغادي ينسى هذه الشهاده فهمتي في حقي والله غتبقى تاج فوق راسي وديال نورا رزق لي فاش لي انا اليوم نسيت راسي بلي انا في لجنه التحكيم انا اليوم كنت وحده من الجمهور ديالك حيتاش انت فنانه هذه تاهي ما عمرها وكان شكرها وكنشكرها بزاف ولطيفه احرار كانت ديما كتقول لي انت فراشه انت غزاله <applause> كان كيعجبني الحال بزاف هادو من الحوايج اللي اثروا فيا فيا بواحد هذا زوينه بزاف فهمتي وما عمري غادي ننسى انني نبقى ديما ودي وديما نشكرهم عليها حيت واحد الثقه عطاوني ما نكذبش على كبيره بزاف والله سيرتو ان البرنامج كيشوفوا يعني المغرب كامل يعني المغرب كامل غادي يسمع دوك الملاحظات و... يعني عجبني الحال بزاف وكنحس بالفخر حاجه شي حاجه واعره بزاف طوب <applause> <تصفيق> <تصفيق> صراحة الصراحة هاد الخدمة ماشي غير خدمة فهمتي أنا عزيزة عليا عزيزين عليا الناس ديالها فهمتي كنحس براسي بحال كبرت معاهم فهمتي دخلت شوية صغيرة ماشي صغيرة صغيرة فهمتي راه شارفة فهمتي المهم هذا ولفتهم بزاف كنحس كنحس شي حاجة ديالي فهمتي بروجي ديالنا خدامين فهمتي بحال هكا كنحس شي حاجه ديالنا عزيزه عليا بزاف وكنظن ماشي ساهل يعني تخليها وتبع الكوميديا ولتبع الفان ولا تبع الفن ولا هذا امتى غادي نقدر نتخلى يعني حتى يكون عندي واحد الدخل موازي هادشي اللي كنا دابا ولا اكثر منه فهمتي شهري باش نقدر نتخلى على الخدمه اما باش غير زعما نتخلى على الخدمه بمره هكا كنظن انها صعيبه شويه <applause> الزواج وما داكشي ديال الله انا كنظن ان الزواج ديال الله فهمتي ماشي حنا اللي كنختاروا امتى نتزوجوا ولا حنا اللي كنختاروا اننا نبقاو هكاك بلا زواج ولا انا ديما كنقولها ان الزواج قسمه ونصيب يعني بحالو فحال الموت فهمتي داكشي ديال الله الله اللي مقدر لنا فوقاش نتزوجو بمن نتزوجو امتى غنتزوجو ولا غاديش نتزوجو كاع في دي الدنيا فهمتي يعني داكشي المسألة دي ديال الله ماشي ديالنا حنا أنا بعدا الزواج متأكدة 100% أنه ديال الله ما ما كان ما فهمتي يعني ما كنقولش في راسي نو خصني نتزوج نو كبرت ولا نو هادي البنات تزوجو صراحة ما عنديش هاد الفكرة هادي مرة ديما كنقول كل وحدة الله خلقها خلق ليها نصيب ديالها الا ما خلقها الا ما عندهاش نصيب ديالها في الدنيا اكيد الله غادي يعوضها بحاجة اخرى في الاخره الله ما كينسى حتى شي واحد شنو نقدر نقول لك ها واش حتى ماشي ما غنقالش قلت لك داكشي اللي كاين بالصح نسولك على الروتين اليومي اليومي الصراحه ما كنتفرجش بزاف داكشي والله ما ما كنتفرج بداك شي بزاف واش نقول لك ما ما عرفتش ما نقدرش نجاوبك على هذا الجواب فهمتي الصراحة بزاف اللي كيعجبوني في الكوميديا اه واللي كان القدوة ديالي صراحة كاين اه محمد الخياري كاين حسن الفد كاين قاد المالح كاين أه شكون كاين دبوز هادشي وهاد الصغار كاين ايكو كاين ياسر كاين راشيد كاين زبايل كاين باسو يعني بزاف بزاف تبارك الله وفي هذا راه حنا الفضيلي <applause> يعني في العنصر النسوي راه حنا الفضيلي ما عرفتش حتى ما ما نقدرش نقول لك شي واحد ما كيعجبنيش ما نقدرش نقول لك شي واحد بالضبط حيت فهمتي ما كاينش زعما شي حد اللي ما, ما كيعجبنيش فهمتي حيت ديما كتلقى راسك كتفرج في دوك اللي كيعجبوك كي فهمتي يعني ديما كت كتمشي لشي وحدين كيعجبوك وشي وحدين فهمتي بعض المرات كيطلع لك شي سكتش ديالك تفرج فيه كضحك كتلقى راسك كضحك يعني ما 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 عنديش ما عنديش زعما شي حد بالعكس تقريبا كلشي كيعجبني كي حيت اي واحد غتفرج فيه غتاخذ منه شي حاجه تبارك الله راه القائمه عريضه تبارك الله عليهم هي مزيانه هي مزيانه هاد الشهره يعني اللي كي كيما قلتي اللي كيستغل الشهره هادي ويدير شان ويبدا يخدم على وهذا هي فكره مزيانه مزيانه ديال بصح فهمتي علاش حيت هاد الوقت يعني اللي عندنا بحال قلتي وجيز واش فهمتي يعني ما حد الناس كيعرفوك يعني غتستغل هذا الوقت يعني الجمهور كيعرفك كيقلب عليك يعني الا درتي يعني عباد الله غتدخل عندك غتابونا عندك الانستغرام كذلك فيسبوك كذلك فهمتي يعني غتستغلها لصالحك يعني استغلال زوين فهمتي يعني غدير جمهور ديالك جاتك فرص تخدم وهذا راه عندك بيبليك ديالك وعندك شين ديالك خدامه يعني مزيان ما جاتش راه انت درتي بلاصتك وخدام وعرفوك الناس فهمتي يعني كنظن انها فكره مزيانه باش تمشي بمره وتجلس بمره راه ما هي راه فين ما في العالم الخدمه راه ما تدق عليك الى ماشي انت إلى ما اللي بادرتي وماشي انت اللي اللي خدمتي على راسك راه ما كنظنش انا الخدمه غادي تدق عليك انت اللي كنعرف انا ما كنديرش غير لا كوميدي حنت بزاف كيقولوا كي لي حتى الدراما تجيك الدراما فهمتي يعني ماشي حنت كندير لا كوميدي صافي راه انا كنعرف غير غير فهمتي غير الكوميدي غير الضحك فهمتي انا يعني كنقلد كنلعب دي سيتياسيون يعني ما عنديش مشكل حتى في الدراما ما عنديش مشكل عرفت مفراسيش فراسي اللي قلتي <applause> تبرقي قام ما فراسي هي فكره زوينه زوينه حيت كنظن يعني اللي كانوا كلهم كانوا مزيان كلهم كانوا في المستوى فهمت يعني فكره مزيانه وهاد الفكره ديال لي غروب راه مزيانه يعني ناجحه فهمتي كنشوفوا تبارك الله عندنا دي زيكيب واعرين في المغرب الطموحات ديالي كبيرة جدا <applause> صراحة فهمتي يعني بغيت بغيت نوصل في ستاند اب لشي نيفو يكون كبير فهمتي يعني ما تبقاش زعما المرا ديما فهمتي في الكوميديا ناقصه ولا ديما في ستاند اب المرا ناقصه فهمتي بغيت نبين ان ان المرا ولا البنت فهمتي بصح نيت حتى في ستاند اب زوينه بغيت نلعب في المسارح الكبار ماشي اللي في المغرب حيت لعبت فيهم بغيت نلعب في المسارح اللي برا شنو تاني واحد المسرح قد كان نقول بغيت نلعب فيه هو في مراكش دوغيغ بغيت نلعب فيه صافي <applause> نشكر الجمهور المغربي قاطبة اللي في المغرب وخارج المغرب بغيت نشكرهم بزاف على داك الحب اللي عطاوني وعلى دوك الرسائل الزوينه اللي كانت كتوصلني والبنيتات الصغار اللي كيقولوا لي كتعجبينا العيالات الكبار اللي يعني كيقولوا لي راه داكشي اللي كتقولي زوين الطريقه باش كتضحكي عجباتني يعني عجبني الحال انني نقيس هاد هاد الشريحه يعني الناس كبار وكيتفرجوا فيك وكتعجبهم ماشي سهله وتضحكهم ماشي سهل يعني عجبني الحال بزاف وكتلقوا معايا في الزنقه كيتصوروا معايا كيبقاو يقولوا لي تبارك الله عليك كنتي زوينه وعجبتينا يعني اول مره كنشوفوا دريه في هذا النيفو يعني دريه فهمتي دريه مجهده فهمتي بحال هاد الشيء ملي كنت كنسمعو كنحس بالفخر كنشكرهم بزاف وكنشكر بالدرجه الاولى عائلتي ماما وبابا وخوتي وعائلتي الكبيره كنشكرهم بزاف بزاف على الدعم ديالهم على الحب ديالهم على تشجيع ديالهم على على كل شيء وكنشكر الناس الخدمه وعلى راسهم الديريكتور ديالي والبنات كاملين وكنعاود نشكر المغرب وكنشكر برنامج ستاند يعني كامل يعني اللي مكلف به كامل والقناة الأولى حيت هما اللي عطاونا الفرصة أننا ندخلوا البيوت المغاربة وندخلوا لديورهم وندخلوا لقلوبهم صراحة فرصة كانت زوينة والفضل كله كيرجع ليهم وكنشكر شكر الناس دي ستانداب اللي كانوا معنا في الأكاديمية حيث كانوا مقابليننا مساكن مخلين تما وقتهم مخلين عائلاتهم قابلين حنايا فهمتي شنو خصنا شنو هادي صراحة كنشكرهم بزاف من هذا المنبر قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم